خليكي بلا قلة عقل. بدي روح معه. شو شايفتيني بلا نخوة؟ طبيعي بدي روح معه. صحيح نسيت اغراض الزلزال، بركي صار الزلزال وانا بالمستشفى رح ما اجيبه. لك شو هاد؟ شو عم تعمل انت؟ عم شوفه مبين ولا مو مبين؟ مين؟ نجم ابو دين. لك لساتك عم تفكر فيه؟ انت لساتك مستهونه بهالمصيبه اللي على الطريق؟ لك المصيبه وقع على الكل، انا اللي هممني هلا بديع، مو هممني هذا بطيخ ابو دين. هلا بيغزوه ابره وبيرجع مثل السعدان، لا تخافي عليه. ماني خايفه، بس كنت مفكره تروح معه حضرتك. ليش ما حدا راح معه؟ بلا، المحبين كتار الحمد لله، بس انت عمه بمثابه ابوك لازم تكون على الاول. هلا بدنا نروح نصف دبكه بالمستشفى، خلاص اللي راحوا بيكفوا. هذا جوز بنتك وابن حرمتك. مزبوط مزبوط، بس هلا مو وقته، بكره ما راح يصفى لا مستشفيات ولا مرضى، كلنا راح نودع، كلنا راح نودع، واللي بيموت هلا معزوز بيرتاح من الشوفه. شافت ايش؟ نجم ابو ديل وهو عم يدق بالارض، طبقه الاوزون بتتشلخ تشليخ، الجليد بيدوب وبتطمرنا المي. هذا اذا الارض ما انفلعت نصين، اقري المجله قدامك شوفي شو عم ينكتب. اوكي يا بدر، اول مره بيصير معك شغله القلب مو سهله. الله يجيب على خير. شو هي اغراض الزلزال؟ ايش هو بيعرفني؟ قرالي بالجرايد انه من هون لخمسين سنه بده يصير زلزال امطار عقله. هي اول مره بسمع بهالشغله. ايه طبعا زهره، هي اول مره بدك تسمعي بهالشغله لانه انت مو مثقفه، ما بتقري جرايد. مزبوط، بس بشوف تلفزيون. ايه ما بتشوفي بالتلفزيون غير برامج الطبخ. شو غاده؟ شو شايفتيني دبه لهالدرجة؟ لا مالك دبه، الدب يلي بيلحق لي الزلزال مثل جوزي شفيق. ايوه. ويلي بيلحق النجم ابو دنا. شو غادة؟ بعدين انا اعمل لك ها؟